الموضوع التاني لا يجوز فيه التهريج وإن كان أو الضحك أو السخرية حتى، ولكن لغز ميكروباص الساحل بقى غريب بالفعل. امبارح كان معانا زميلنا الأستاذ يوسف البدري مساعد رئيس تحرير جريدة المصر اليوم، وكنا الراجل طرح معانا احتمالية ألا يكون هناك ميكروباص أصلا، ولا في حد غرق ولا في حد مات الحمد لله ونتمنى هذا، ولكن حتى هذه اللحظة لم يخرج حسما يقول لنا ما هو الأمر. خلونا قبل ما ناخد الأستاذ يسر عايز أقول لكم إن الشناوي أصيب، واضح إن عنده حاجة في العضلة الخلفية، وأنا شايف في تغيير. هيطلع أبو جبل، هينزل ويطلع محمد الشناوي، أبو جبل حارس كبير كمان، ربنا يطمنا. وما زالت حتى الآن نتيجة 0-0 وإحنا في الدقيقة 25. نرجع لزميلنا العزيز الأستاذ يسري البدري مساعد رئيس تحرير مصر اليوم والمشرف على قسم الحوادث. أهلا وسهلا أستاذ يسري. أستاذ خير، مساء الخير أستاذ كريمة، إزي حضرتك؟ أهلا بيك يا أستاذ يسري. ومن امبارح إحنا في هذا الموضوع، لكن المستجدات على أرض الواقع يا ترى حسب معلومات حضرتك آخر معلومات إيه هي؟ والله حتى هذه اللحظة الغموض هو سيد الموقف في هذا الحادث الغريب، اللي أنا يعني أقول إن هو واحد من أبرز الحوادث اللي مرت على الواحد طوال عمله الصحفي، إنه يبقى في حادث بهذا الغموض. أكثر من 6 روايات كلها مسنودة لشهود عيان عن هذا الحادث، ولا توجد حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها مع حضراتكم بلاغ واحد لدى الأجهزة الأمنية في أقسام القاهرة والجيزة عن حالات غياب لأشخاص مزعومين أنهم كانوا في هذه السيارة. الأجهزة الأمنية من امبارح بخلاف المسطحات المائية والإنقاذ النهدي ورجال البحث الجنائي والتحريات التي تعمل بين القاهرة والجيزة، اليوم كان هناك انتقال لعدد عدد مواقف السيرفيس اللي هي في إمبابة وفي رمسيس، بسؤال عن هل في عربية مختفية، هل في سواق مش موجود على الخط ده، خاصة ان هذه القصة بتنظمها المحليات بشكل جيد. يعني معروف العربيات اللي شغالة على الخط ده 730 عربية ومثبتين بخط سير واخدين تصريح. لا في امبابة لقيوا في حالات بلاغ، ولا في رمسيس لقيوا حالات بلاغات. ايضا قصة الكاميرات، تم استخلاص الكاميرات وتم تفريغ بعض من الكاميرات، وجاري البحث عن كاميرات اخرى يقال انها رصدت وفقا لشهود عيان برضه. الروايه الاولى قصه ان هو في عربيه بيضاء الكاميرات رصدتها نزلت، وانه في جزء من السور الحديدي نزل في ميه النيل. النهارده الصبح المسطحات المائيه ورجال الانقاذ النقلي تمكنوا من استخراج الجزء الحديدي الخاص بالسور الكوبري، لكنهم لم يعثروا على حطام السياره، لم يعثروا على اي متعلقات، لم يكن هناك اي ضحايا، لم يكن هناك اي بلاغات. روايه تاني قالت ان هو كان في مركبه توك توك موجوده وفي كسر الازاز موجوده برضه. شهود العيان عززوا هذه الروايه لدى الاجهزه الامنيه، اشخاص كانوا موجودين تحت الكوبري في اعمال صيد، واشخاص يعملون في جراج تحت كوبري الساحل وفي حديقه، قالوا ان احنا ما شفناش حاجه حتى هذه اللحظه بتقول ان طيب هو في حاجه. استاذ يسري احنا عارفين الداخلية والشرطة بتتحرك بناء على معلومات وبلاغات ورصد، تمام؟ اكيد حضرتك بتواصلك مع وزارة الداخلية، لديهم سبب للتحرك، وجود لديهم سبب للتواجد. يعني انا بعد كل الروايات دي لو هو ما فيش حاجة، ايه سر كل القيادات الامنية اللي موجودة حتى هذه اللحظة في مكان الواقع؟ لكن هم ليهم مبرر في هذه القصة يا خيري. يعني المسطحات المائية لما يسري او الاستاذ خيري او الاستاذة كريمة ماشي على نهر النيل وتبلغ النجدة ان هي شافت واحد بيغرق في نهر النيل، المسطحات المائية يجب ان تنتقل للبلاغ صحيح. ده بسرعة، ان هدف واحد هو انقاذ الرجل اللي بيغرق. الناس الرواية دي في 3 قالوا للأجهزة الأمنية إن هم شافوا العربية، فمعنى كده إن هم عندهم 3 شهود رؤية شافوا هذه السيارة. قد يكون هذه الواقعة صحيحة، والأجهزة الأمنية ما زالت حتى هذه اللحظة تحاول البحث عن حطام هذه السيارة وعن الضحايا، وقد تكون ما فيش رواية أصلا لهذه الواقعة. وده برضو سيناريو، واللي بيعزز السيناريو الأول إن احنا دخلنا في أكتر من 32 ساعة و33 ساعة بحث متصل لفريق الإنقاذ اللي شغال وفريق المباحث اللي شغال بيستجوب
كل الاشخاص اللي ليهم علاقه بالقصه دي وبيفحص كاميرات المراقبه. طيب استاذ يسري، فاضل سؤال واحد بس ممكن يحسم لنا الموضوع علشان نقدر نشوف الواقع ممكن يكون في ايه. منطقه النيل اللي تحت كوبري الساحل، هل يا ترى ليها مواصفات معينه؟ مثلا ان فيها تيارات متجاذبه، فبالتالي ممكن يكون حجم الجرف اللي موجود هناك اكبر، فيبقى اتنقل لحاجه الميكروباص اللي وقع لمكان تاني. هل هي منطقه خطره جدا؟ هل منطقه الغوص فيها بالنسبه للغواصين بتوع اللي بيستكشفوا هناك المنطقه صعب، في تحديات يعني؟ خالص الكلام ده غير صحيح، ومش الكلام ده يسري اللي هيقوله. انا تحدثت مع عدد كبير من القيادات الامنيه اللي اشتغلوا في المسطحات المائيه في حوادث مماثله، قال لك ان العربيه لو وقعت من اعلى النيل في هذا المكان تحديدا، المكان قاع النيل تربه طينيه، فالسياره حتى لو غرزت في النيل ممكن التيار يجرفها لمسافه من 20 ل 100 متر، مش اكتر من كده. لو هم نزلوا نزلوا ل 70 متر في الاعماق سيد الفاضل، ده احنا بدانا نمسح لمسافه 3 كيلو متر و4 كيلو متر في الاتجاهين في كل التيار، الحديث عن دوامات والحديث عن ان هو في كل ده محطوط، كل السيناريوهات اللي هي قد تثار الى ذهن الجميع الاجهزه الامنيه شغاله عليه، بدليل انه حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها الناس موجوده ما روحتش بيوتها على اساس ان هي نوصل للحقيقه. قد يكون هناك بعض الشيء من التاخير في المعلومه، ان هو لغايه هذه اللحظه فعلا ما فيش معلومه، فما بالك ان هو لو فعلا في حادث زي كده وطلع حد مسؤول وقال ان احنا ما عندناش حوادث هيبقى الموقف ايه؟ فعليهم ان هم تنتهي اعمال البحث اللي موجوده حتى هذه اللحظه، عشان لما يصدر بيان من اي جهه تكون هذه البيانات بيانات رسميه ودقيقه، وتكون هناك اتخاذ اجراءات قانونيه اذا كانت هناك بعض الاشخاص ادلوا ببلاغات كاذبه، ان هو من الوارد جدا ان هو يكون ما فيش حاجه زي كده، ان القصه بدات بتداول واسع على جروبين اللي هم الناس اللي هم سكان منطقه الوراق ومنطقه امبابه، ودول عدد كبير جدا بداوا يتداولوا هذه المعلومات، من الوارد جدا ان تكون هذه المعلومات مغلوطه او تكون هذه المعلومات سليمه، يعني كل الفرضيات في هذا الحادث الغامض حتى هذه اللحظه المطروحه. بنشكرك جدا زميلنا العزيز الأستاذ يسري البدري مساعد رئيس تحرير مصر اليوم، ستظل هذه القضية لغزا حتى تنتهي ويصدر بيان واضح من وزارة الداخلية يعلن لنا نتائج هذا الجهد الكبير اللي بيعمله، وإحنا بنحييهم لأن مجرد احتمالية واحد في الألف كنا هنلومهم لو ما تحركوش، فهم لازم يتحركوا حتى لو الجهد ده راح كده، بس يبقى ضمننا إن ما عندناش غريق واحد في المية مرجعش الأهل.